الديكور يلعب دورا كبيرا في خلق أجواء معينة داخل المساحات، سواء كانت هادئة مريحة وأنيقة. يعتمد الاختيار على الذوق الشخصي وكذلك على الغرض من استخدام المساحة. عندنا عفايس راهم توندونس بور لا ديكوراسيون، منهم عندنا هاد لي كاراف اون كولور، نقدروا نديروهم في لو صالون بور لا ديكو، نقدروا ندير فيهم دي فلور بور لا ديكوراسيون في لو صالون، في لي طابل تاع لي صالون. عندنا هادوما كاين اون كولور، عندنا هذا لو غري تجي مع البوشون تاعهم، وعندنا هاد لو موديل، وعندنا هادوما تاعنا. تقدروا هادوما ديروهم سا ديبون على حساب لا كولور تاع لو صالون، باش تقدروا تخيروا لا كولور اللي تجي مع لو صالون ديالكم. فوالا لي كولور اللي عندنا. عندنا هنايا دوتر موديل تاع لي كاراف، كل وحده وكيفاش جايه صغيره. هادو تاني نقدروا نديروهم في لا ديكو. عندنا هاد لي موديل، وعندنا هاد لي كولور، فيها لي كولور وفيها لي موديل. وعندنا تاني هادو مال الكبار، هادو الكبار تاني كيقدروا يجوا لا ديكو في الصالون، ديروا فيهم دي فلور ولا. عندنا حاجه واحده اخرى ثاني تاع لا ديكوراسيون بور لي شامب. عندنا هاد لي بلاطو يجو 4 بياس، فوالا هاد لو موديل، نقدروا نحطوهم في لي شامب فوق لا كوافيز بور لا ديكوراسيون في لي شامب. وعندنا هاد لي كادر يجو فيهم 3، هاد لي كادر يتعلقوا في الحيط، تجي وحده قدام خوتها ويديروا فيهم دي تروك بور لا ديكوراسيون. ونقدروا هادو ما ثاني نديروهم في لو صالون، ونقدروا نديروهم في لي شامب. عندنا موديل واحد اخر تاع لا ديكو كيما هاد لي بلونت، عندنا هاديه صغيره وعندنا هاد الكبار. هادوما نقدروا نحطوهم في لونطري تاع لا ميزون، نقدروا نحطوهم في الدروج. وعندنا كيما هادوما طوال يقدروا يجوا في لو صالون في لو كوان، دخلات على الدار تاني نقدروا نحطوهم بوغ لا ديكو. عندنا دي موديل واحد اخرين، دي بتي موديل من ليكو. عندنا كيما هادوما، هادوما يقدروا تحطوهم تاني ديكو في الصالون، نقدروا نحطوهم في دخلات على الدار فوق لا كونسول. كل هذه التفاصيل تجعل التصميم الداخلي فناً متعدد الأبعاد، يعتمد على التناسق بين الألوان، الخامات، الإضاءة والتوزيع المكاني.